بل كلكم اكيد تحبون قصص العظماء وهم الصحابه الاجلاء والتابعين ومن تبعهم باحسان اليوم الدين، وانا احب والله اسمع قصصهم من 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 ابو عبد الله، وانتم كذلك تحبون. ودنا يا ابو عبد الله تكلمنا اليوم عن عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، وعن جميع الصحابه، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. خطيب الجمعه الماضيه خطب خطبه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قام يوم الجمعه قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم قدموا انفسهم وارواحهم ودماءهم، دعاهما استجابوا لله وللرسول حتى في الصلاه. يوم حولت القبله كانوا يصلون صلاه العصر، فجاءهم رجل قال ترى حولت القبله الى الكعبه. قال فما انتظروا بعد الصلاه؟ قال فاتجهوا الى الكعبه بدل بيت المقدس. دعاهم صلى الله عليه وسلم في الظهيره قالوا قافله ابي سفيان بتاجي على بدر، فخرجوا بالسيوف في الظهيره والرماح، وتعرضوا بوجوههم للسيوف والرماح بوجوههم وصدورهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول نفسي لنفسك الفداء الواحد، وروحي لروحك الفداء، ضرب بالسيوف، قطعوا في سبيل الله، هاجروا رضي الله عنهم وتركوا أملاكهم وديارهم، دعوا للنفقة فتسابقوا أيهم ينفق. أبو بكر أتى بماله كله، وعمر يقول في نفسه قلت إن كان بسبق أبو بكر بسبقه اليوم. فدخلت على زوجتي قلت وش عندك؟ قالت الحلي عندي. قال أعطيني نصفها. قالوا جمعت ما عندي فجعلت نصفه وأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أعطيتك نصف ما أملك من الدنيا. قال بارك الله لك فيما أبقيت وأجرك لك فيما أعطيت. قال فقلت أنا في نفسي عساني يعني عني أني سبقت، قلت يا رسول الله أتاكم أحد ولا شيء؟ قال أخوك أبو بكر أتى بمالي كله. الله أكبر. قال عمر والله لا أسابق أبو بكر بعدها اليوم. يقول بغيت مرة واحدة أسبقه مرة. تقول عائشة كان أبي من أغنى أغنياء مكة، صدقت والله مات إنه ما ترك درهم ولا دينار أبو بكر الصديق رضي الله تسابقوا رضي الله عنه وأرضاهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأمر فينفذونه، واقفين بالسيوف عنده جاهزين بأموالهم وأرواحهم في سبيل الله وكذا. عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب فجثى على ركبته قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول جابر بن سليم قال لي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا رجلا ولا إنسانا ولا امرأة ولا بهيمة. قال فوالله ما سببت أحدا حتى اليوم، بس أمر انتهى الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم على المنبر أيها الناس اجلسوا، وابن مسعود في الرصيف برا فجلس مكانه. قالوا مالك ما تدخل مسجد؟ قال ما يمتيني. يقول صلى الله عليه وسلم يجلس فجلسنا. فعظموا أمر الله عز وجل. وقبلها خطب خطبة فيهم قبل هذه خطب فينا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتح أكبر جامعة في العالم، أول ما بعث صلى الله عليه وسلم فتح الابتدائي والمتوسط والثاني في دار الأرقم الأرقم في مكة، ثم نقل الجامعة إلى المدينة لما أتى مهاجر المدينة صلى الله عليه وسلم. أما رئيس الخلافة والإدارة فأبو بكر الصديق، ورئيس العدل والإدارة أيضا عمر بن الخطاب، وأما رئيس الأخلاق والأمانة والحياة عثمان بن عفان، وأما رئيس قسم الشجاعة والقذف علي بن أبي طالب، وتقدم حسان بن ثابت رئيس قسم الأدب والشعر وهو شاعر الرسول الله عليه وسلم، وابن عباس في قسم التفسير، وزيد بن ثابت في قسم الفرائض. أتى الصحابي الجليل هذا، اسمعوا الترجمة، حتى واحد بيترجم له قال اسمع اسمع، ما هو بتراجم اللي بعض المعاصرين. قال عنده أربع مزارع لها في الدنيا كلها، وكان متزوج أربع، وبشركم خلف 28 ولد، وبشركم من مزارع. قالوا عنده مزرعة في تهامة، وش سوينا؟ وتقاعد عن 3 قصور، وعنده بيت في مكة وبيت في المدينة. وش اللي رد علينا ذا الحين؟ عباد بن الصامت قال أولا الأنصاري، أنصاري البدري، الله، الأحدي، الله، الرضواني، الله، رضي الله، العقبي، النقائبي، الله أكبر. أما الأنصاري من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، من الأوس والخزرج وخزرجي، وأما البدري في حضر بدر، وأما النقائب فيهم النقباء 12 اللي اختاروا صلى الله عليه وسلم في البيعة للأنصار، مثل 12 أول بيعة، ما شاء الله. والعقبي حضر بيعة العقبة، والأحدي حضر أحد بنفسه، والرضواني حضر بيعة الرضوان وبيع تحت الشجرة، وأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين يذبحونك تحت الشجرة. الله أكبر. روى 3 أحاديث أنقلها ما أنا عندكم أنقلوها للناس والمشاهدين، كل حديث خير من الدنيا وما فيها. يقول علماء أحاديث عبادة بن الصامت 3 كل حديث أحسن من الدنيا وما فيها. الله أكبر. أما الحديث الأول فابشروا بشراكم يا النشامة ومن يسمعنا من أخواتي وبناتي وإخواني وأبنائي، اسمعوا البشرى وزفها لكم وانتم تقولونها ان شاء الله. في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال عبادة بن الصامت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم،
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية على ما شاء من العمل، على ما كان من العمل، على ما تم من العمل، ونشهد بذلك نحن في الصحيحين، أدخله الله الجنة من أي أبواب الثمانية على ما كان من العمل، على ما تم الذنوب والخطايا بس شت هذا. فنحن جميعا نشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق. الحديث الثاني ذكرته للضيوف أمس، شيخ الخثعم ومن معه وفي المجلس، قلت يقول في صحيح البخاري عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام، قال من تعار من الليل، يقول صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل استيقظ، أظن ذكرت الجماعة قبل ما يجون الضيوف جماعتهم، من تعار من الليل يعني استيقظ من الليل بس وانت على المخدة المسادة ما قمت بس تحركت كذا، فقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفرت الله غفر الله لك، الله أكبر، ما باقي قمت ولا توضيت بس عند المخدة ارجع نم، فإن قام وتوضأ قبلت صلاته. الله. هذا في البخاري، وهذا يسمى حديث أتباشر بها بشرك العلماء والصالحين. الحمد لله. وبشرك يقول واحد ما تركته من 20 سنة. الحمد لله. سمع من العلماء كله يقول بس ألف في الرأس على المخدة قلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله فيغفر الله له. أما الثالث يقول بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعة في المنشط، بيع المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، يقول يصدقون ولا تكذبوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تفتروا وتأتوا، ولا ننازع الأمر أهله، نازع الأمر أهله اللي ولاه الله الملك وأعطاه السلطة لا تنازعه. يقول الصحابة حتى لو ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يقول حتى المعاصي ما تخرجون لا تنازعه، الله أعطاه الملك، تؤتي الملك من تشاء، احنا ما نبعطين هالملك، الله أعطاه الملك، فندعو له وننصح له ونجمع الشمل عليه ولا ننازعه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يجمع كلمتنا به، والله يحصن حدودنا به، والله يدافع عنا به. فهذه من حديث عبادة رضي الله عنه. عبادة شوف كان يوم بايع الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تقول الحق لا تأخذكم في الله لأمة لائم، بايعهم الصحابة قال أنا من البايع، فكان يقول الحق، أتى عند معاوية في الشام رضي الله عن معاوية رضي الله عنه، معاوية أمير الشام، قال معاوية أظن البيع لا بأس، بيع على الصرف الربا زيادة من شان الصرف زيادة، قال لا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل مثل والفضة، قال عبادة قال لا ما أرى هذا، فاكتب يا عبادة لأمير المؤمنين عمر، قال إن كان تبغى الشام فخذ عبادة عندك، كل ما قلت حديث قام عبادة اعترض عرضني قالوا الصحابة قالوا الناس العبادة ليش تعرضوا، قال أنك ما كان معنا يوم بعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في المجلس مع معاوية ما هو في المسجد، في المجلس إن أخذنا على أن نقول كلمة الحق لا تخشى في الليل أمة الآية الله، فكتب إلى عمر قال عمر تعالوا بعبادة، ارسلوا عبادة لي، أرتع عبادة هو يعرف عمر من عبادة البدر هو أحد، قال يا عبادة ما حصل بينك وبين معاوية، قال كذا فأنا خالفته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ علينا أن نقول الحق لا نخشى في الليل أمة الآية وأنا أعرف الحديث، فاكتب المعاوية أما بعد إذا جاءك خطابي هذا فلك امرأة على الشام وعبادة ما لك امرة عليه. ثم قال عبادة قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، الله أكبر الله أكبر، يقول الله يقبح أرض ما فيها مثلك وأمثالك، ثم عانقه وبكى عمر قال أخشان أن تكفر الدنيا منكم مثلك يا عبادة، الله أكبر، هذا الله الجهاد أكبر الطويل والرحلة في بدر وفي أحد وبيعة الرضوان ورضي الله عنهم وجهاد واستمرار، ولذلك رضي الله عنه بيض الله وجوههم. أبشركم بشيء، يوم دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا يا أخي فتح مكة يرفع الرأس يهتز الرأس شوشله لا إله إلا الله، تدري كم دخل صلى الله عليه وسلم بالجيش؟ 10,000 ما شاء الله، يوم دخلوا طوقوا الحرم صفا واحدا وخرج السيوف سلات سيف واحد كل الحرم 10,000 سيف تلمع مع الشمس، وجوب كفار قريش دخلهم بدون سلاح وجلسوهم في الساحة كلهم اللي أحل بدر واللي أطرد الرسول صلى الله عليه وسلم واللي آذوه وجردوا من السلاح الرجال وحطوهم قدام وإلى السيوف 10,000 مثل البروق بروق تهامة قبل الظهر وإذا تبرق وينتظرون إنسان صاحب المقام المحمود بيخطب للعالم اللي طرد من مكة يقول شاعر مصر أحمد محرم يا طريدا ملأ الدنيا اسمه
وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته اسطوره يتلقاها رواه عن رواه. هل درت من طاردته مكه هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في البيد من بواها منزل لا يبلغ النجم مداه. الله الله، ينتظرون ينتظرون، دخل وقت الظهر واذا 10,000 جاهزين واقفين، ابو بكر بجنب عمر وعثمان وعلي، والواحد بسله السيف كذا، و10,000 سيف كلها كذا. الله اكبر. أيوة، يقول انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك اللهم تقدم من ذنبك وما تاخر. بعد احد وبعد قتال وبعد جراح، هذا التصفيه يوم الفتح. بينتظرون يدخل الوقت شويه، واذا بلال يخرج. بلال المقصود قالوا صلى الله عليه وسلم اذن، هذا العبد الاسود عندهم اللي كان مضطهد وكان يعذب، فطلع. يوم طلع على الكعبه عاونوه، فاذن اذان صوته جميل، فبكى الصحابه جميعا واهتزت مكه. انتهى الاذان، خرج صلى الله عليه وسلم تغتسل، وخرج بأبيهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الأزهر اللي أجمل من ليلة 14. اسمع، اليتيم اللي طورد واللي حورب واللي أوذي واللي ضرب في وجهه صلى الله عليه وسلم، واللي سج واللي ربط الحجر في بطنه، واللي اضطهد عليه الصلاة والسلام، واللي اتهم، واللي تعرض لمحاولات الاغتيال، واللي حارب وحارب اليهود والمشركون والمنافقون وخاض المعارك بنفسه، طلع فأخذ بحلق الكعبة، قال الحمد لله وحده، فاهتزت مكة. الله أكبر. بلغ صوته الله الشعاب والوديان، قال الحمد لله وحده الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، فاهتز يا مكة، وقف الدهر والأيام، ما ترون أني فاعل بكم. والجوش 10,000 كلهم تلمع، جهينة 1,000 وأسد 1,000 وأشجع 1,000 وغفار 1,000، غير قريش المهاجرين وغير الأنصار 10,000. ما ترون، يعني معنى الكلام يقول السقاف عالم حضرمي، يقول في ضمير مستتر معنى، يقول أنا منتصر والسيف يدي، وش بتشور وش تتوقعون؟ ما ترون أني فاعل بكم، لأن مطاردوه وحذوه وكذبوه وشتبوه. فبكى أبو سفيان وبكى الحضور كلهم وهم جلوس، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. الله. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله. عفى الله عنكم. يقول فارتد المسجد يبكي، العسكر الجنود والحضور، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. ثم قال، ثم رفع صوته، اسمع الآن، قال الدماء اللي حصلت في بدر خافون لا يجي قصاص ولا جاي جثار ولا يسمعوا بشموي. عبيد بن حارث هو ابن عمه اللي قتل في بدر، قال الدماء أضعها تحت قدمي هذا، يعني ما في ثار، ما في ثيرة، وأول دم عبيدة بن الحارث تحت قدمي، وأموال الجاهلية الربا أضعها تحت قدمي هذا. اللهم صل. وأول مال العباس بن عبد المطلب عمه، يقول أنا ببدأ بنفسي، أنا أبدأ بنفسي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. وإذا الدنيا لا إله إلا الله، فتح تفتح أبواب السماء له، ويهتز المسجد، ويهتز السيوف تلمع، والعفو يسير، ومسامحة، انتهى لا دم ولا قصاص ولا أثر ولا سبحت، وعفى عنهم وسامحهم، فيقول الله رب وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول سبحانه، وقال له سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. بقي ابن عمه اسمه أبو سفيان بن حرب، ليس ابن سفيان بن حارث، ابن عم هذا شاعرنا آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد وقاد الكتائب ضده، ابن عم قريب العلي، ليس ابن حرب هذا أبو معاوية. درى أنه هو خرب الدنيا كلها، ما خلى خط رجعة، فأتى بولاده بيخرج من شعب مكة وإلى علي بن أبي طالب يملك، قال لين يا أبا سفيان؟ قال بخرج الصحراء أموت أنا وولادي هؤلاء عريا وجوعا، أو تاكلنا السبع، والله لو ظفر بمحمد إني قطعني إربا إربا، أو في لفظ إربا إربا قطعني. قال علي يا أبا سفيان، الرسول أرحم الناس وأبر الناس وأحلم الناس، تعالي ليه؟ لكن سلم عليه بالنبوة، إذا جيت في الحرم بعد الجيش هذا والكتائم سلم عليه بالنبوة وحفظوا علي. قل له تالله، سلم في سورة يوسف، تالله لقد أثر، ذاك مشرك دوب أسلم وعلي حافظ القرآن، تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قل هذا. قال عد علي، قال تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إخوان يوسف يوم قالوا ليوسف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي بعده. قال فأتى علي يقوده، وأتى بولاده، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع بعد ما خلع عن لامة صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس وعشر لا بس بتقول كذا هنا باين تفض الحرم كله بروق تهامة. عود جلس قال السلام عليك يا رسول الله، فرفع صلى الله عليه وسلم طرفه، إذا أبو سفيان اللي سوى شيء قادر، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فذرفت دموع صلى الله عليه وسلم.
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. الآية اللي بعدها وهذا اللي يريد علي يقول هذا يريد علي هذا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. الله عفا واصبح. فسبحان من جعله اماما ورحمه للعالمين. يقول ابو سفيان بيبكي يوم عفان قال لا اله الا الله ما ابرك ولا اله الا الله ما اوصلك ولا اله الا الله ما ارحمك ولا اله الا الله ما اعلمك. فصلوات ربي وسلامه عليه الله يجمعنا به ويسقينا من حوضه شربة لا نظما بعدها ابدا ويبلغ عنا وعنكم عن المشاهدين والمسلمين جميعا الصلاه والسلام. صلى الله وسلم عليه. الله يبيض وجهك ويجزاك خير ويكتب اجرك وتلومني كل حلقه مطرب من قصه تذكرنا في هذا الزمن الجميل. الله يجزاك الله يجمعنا بهم في جناته في الدرس العالم ويجعلنا من يتبع سنه محمد صلى الله عليه وسلم. الله يبيض وجهك يا شيخ عايد ويكتب اجرك وينفع بما قلت يا رب العالمين.